طبعا اليوم معنا اول معرض لاكثر من 33 رسام ورسامه. حبينا ان احنا نظهر ابداعاتنا بما انه هذه الفئه جدا مظلومه ومش لاقي اهتمام المجتمع والناس، فحبينا ان احنا نبرزه، وان شاء الله بالايام القادمه بيكون في اكثر واكثر. عبد الرشيد نحن اليوم في ساحة مكتب الثقافة، تضم هذه الساحة مجموعة من شباب مدينة عدن، شباب مبدعين في جانب الفن التشكيلي. بصراحة تفاجأنا اليوم بأجمل اللوحات. الشباب كانوا مش ظاهرين في الساحة الفنية لأسباب عدم الاهتمام من جانب وزارة الثقافة، الجهات المسؤولة في مدينة عدن لهؤلاء الشباب. هم بحاجة إلى الدعم الكبير، هم بحاجة إلى يعني تسهيل لهم كل عمل ثقافي، كل عمل إبداعي ليظهر على الساحة الفنية.